حلا لمواجهة التطرفي إلا باستراتيجية شاملة سأختصرها في 5 محاور رئيسية. سأبدأها من داخل الأسرة، فالأسرة مطالبة ببناء سياج فكري آمن لابنائها حتى يكون درعا وحصنا واقيا لهم من اختطاف عقولهم. فتهاون الأسرة في متابعة أبنائها أحد أهم العوامل المساهمة في سهولة استقطابهم والتغرير بهم. أما الجانب الثاني الذي لا يقل أهمية عن الجانب الأول هو تطوير أدوار التعليم والثقافة والإعلام بالاعتماد على التقنيات والأساليب الحديثة لمقاومة التطرف الفكري بالتركيز على المهمة المركزية للمؤسسة الدينية، فهذه مدعوة للتصدي إلى التفاسير المشوهة التي تروج خصوصا بين صفوف الشباب فيما يتعلق مثلا بالجهاد والردة ووضع المرأة. ثالثا، لابد من الاستناد إلى منهجية عملية تتوجه إلى مختلف فئات المجتمع لتعزيز التلاقي ونبذ العنف والتطرف والتعويل على التحول كوسيلة أساسية للتعامل بين المجموعات رغم تعدد الاختلافات بين أفرادها. وهنا يلعب النشطاء في المجتمع المدني دورا محوريا في تحقيق ذلك. رابعا، استعمال القوة والعنف لردع المتطرفين لا يسهم في معالجة الظاهرة بل قد يضاعف من حدتها. فالرفق واللين هو أحد أقوى عوامل التأثير على الشباب والمراهقين فيما يتعلق بالانحراف الفكري والتطرفي. أما فيما يخص السجون فقد أثبتت الوقائع أنها وسيلة مضمونة الفاعلية في إعادة إنتاج التطرفي على نحو أدهى.